معركة اليرموك. في الفجر انطلق جيش الخيال من الرومان بهجوم كبير من الجانبين، معتقدين أن عنصر المفاجأة سيكون لصالحهم، إلا أن المفاجأة كانت صادمة لهم، حيث وجدوا أن هناك نقاط دفاعية متقدمة قوية من جيش المسلمين بانتظارهم كان قد نشرها خالد سرا. وبهذا استطاع الجانبين الأيسر والأيمن من قوات الجيش الإسلامي تلقي الصدمة، وبدأ التحام شديد بين الجيشين. أمر ماهان بإرسال قوات إضافية إلى أرض المعركة، خاصة على جيش عمرو بن العاص الذين دافعوا عن مواقعهم بكل بسالة ورجولة وصدوا الهجوم الأول، إلا أن المدد الروماني لم ينتهي، وتابعوا إرسال الكتائب الواحدة والأخرى على جيش عمرو بن العاص. وهنا بدأ هذا الجناح يرهق وبدأ بالتراجع، وأمر عمرو بن العاص الخيالة البالغ عددهم في جيشه 2000 خيال صد الهجوم، واستطاعوا لفترة إيقاف تقدم خيالة الروم، إلا أن المدد الذي يأمر فيه الملك ماهان على جناح جيش عمرو لا ينتهي. وعندها تراجع جيش عمرو إلى أن وصلوا إلى المعسكر، وفيه النساء والأطفال الذين استقبلوهم بالحجارة يرمون المجاهدين ويحثونهم على القتال. واشتركت نساء الجيش الإسلامي بالقتال، ومن الصحابيات اللواتي قاتلن ببراعة في هذا اليوم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أخذت سيف أحد الجرحى وقاتلت ببسالة وقتلت العديد من جند الرومان. وفي هذا الوقت العصيب جدا وصل البطل قيس بن هبيرة مع إحدى فرقة الخيالة التي تلعب دور الوحدات الاحتياطية، واشتركوا بالقتال العنيف واستطاعوا معادلة الكفة من جديد. لم يكن الحال على الجبهات الأخرى للجيش الإسلامي بأفضل من حال جيش عمرو بن العاص، حيث كان القتال شديدا جدا. فهناك على ميسرة الجيش الإسلامي كان هجوما شديدا جدا على جيش يزيد، وتم اختراق اللواء من خيالة الروم، وخلف الخيالة جحافل من الجنود المشاة. أمر يزيد كتيبة الخيالة البالغ عددهم في جيشه 2000 فارس بشن هجوم عنيف على الخيالة، ولكن تم صد هذا الهجوم، وزاد الضغط على جيش يزيد إلى أن تراجع إلى الخلف، لكن المجاهدين وجدوا النساء والأطفال من جديد يرمونهم بالحجارة ويقولون لهم: أتقاتلون في سبيل الله وتفرون؟ وصل المدد من خيالة المسلمين من وحدات الاحتياط إلى أن عادلت الكفة في جيش يزيد. كل هذه الشراسة وخالد وقواته لم تتدخل بعد في الحرب، لأن خالد كان همه حماية قلب الجيش الإسلامي. فرغم أن القلب من الجيشين لم يشتبكوا، إلا أن ابن الوليد اعتقد أن مكيدة يحضرها لقلب الجيش فلم يكن يريد المخاطرة. عند انتصاف نهار هذا اليوم الشاق، وبعد أن تأكد خالد عدم وجود تشكيلات هجومية في قلب جيش الروم، وقاد هجوما مضادا قويا مع جيش عمرو، هجوما على ميسرة الجيش الروماني. وعند استقرار ميمنة جيش المسلمين، أمر خالد ضرار بن الأزوى تشكيل هجوما على ميمنة جيش الروم ليعطي مجالا ليزيد وجيشه لالتقاط الأنفاس. ومع استمرار هجمات خالد وضرار وكتائب الاحتياط بقيادة قيس، اضطر قادة الجيوش الرومانية إصدار الأوامر بالانسحاب تدريجيا. وجد خالد الفرصة سانحة لإحداث فرق، وأمر البطل ضرار بن الأزور قيادة هجوم عنيف على قلب جيش الروم من الجهة اليمنى الذي كان قائده دريجان،
واستطاع الأسد ذرار من الوصول إلى القلب، بل استطاع الوصول إلى قائدهم دريجان، واشتبك معه بقتال قوي، وقتل ذرار دريجان، وانخلعت قلوب الروم الذي شاهد بسالة فرقة التدخل السريع بقيادة الأسد عاري الصدر الغلاظ، وتراجعت معنويات الروم وارتفعت معنويات المسلمين بقتل قائد عظيم من جند الروم. انتهى اليوم الثاني من هذه الحرب، وكانت نهاية اليوم ليست مثل بدايته، فقتل دريجان أدى إلى رفع معنويات جند الإسلام. وفي الليل أمر خالد الجيوش البقاء على الاستعداد الكامل، وكانت النساء يطببن الجرحى ويقدمن الطعام للأبطال. هناك عند معسكر الروم أجرى مهان بعض التغييرات على القيادات العسكرية بعد مقتل قائد مهم، وكان يعد للهجوم الأقوى في اليوم التالي. فقرر مهان التركيز على ميمنة جيش المسلمين وعلى قلب الميمنة، وكان يريد أن يجر قلب الجيش الإسلامي إلى مساندة الميمنة حتى يتمكن فصل الجيوش الإسلامية عن بعضها البعض. ومع فجر اليوم الثالث شن الرومان هجوما عنيفا على ميمنة الجيش الإسلامي الذي كان بقيادة عمرو، وميمنة القلب التي كانت بقيادة شرحبيل بن حسنة، وصد الصناديد الهجوم، لكن صمودهم لم يدم طويلا بسبب الأعداد الهائلة من الخيالة، وأصبح جيش المسلمين يتقهقر، واخترق الخيالة الرومان صفوف جيش عمرو. عندها انطلق خالد كالسهم مع قوات التدخل السريع، وشنوا هجوما كاسحا مباشرا على ميسرة جيش الروم للتخفيف من تقدم الروم على جيش عمرو. استطاعت فرقة خيالة التدخل السريع إحداث فرق كبير إلى أن انتهى اليوم الثالث. كانت صدمة مهان القائد العام للجيوش الرومانية كبيرة بعد أن أحصى جيشه الخسائر البشرية الكبيرة، وكذلك لعدم قدرة جيوشه إحداث فرق على الأرض، وكانت الدهشة تملأه من حجم الصمود الكبير في الجيش الإسلامي. فأعد في اليوم الرابع لهجوم شرس جدا، وكان أصعب يوم في هذه المعركة. كان خالد بن الوليد أعد خطة محكمة لهذا اليوم، وهي صد هجوم الرومان، فإذا استطاع الصمود وجيشه أمام هجوم اليوم الرابع سيكون له رأي آخر في اليوم الخامس. ما أن تنفس صبح هذا اليوم إلا وبدأ الهجوم الكبير من قبل النبال الرومان، وغطت السهام السماء، وكانت بداية اليوم صعبة جدا على المسلمين، وخسر كثير من المسلمين أعينهم، ومنهم أبا سفيان والمغيرة بن شعيبة وهاشم بن عتبة والأشعث بن قيس وعمر بن بعد يكرب وغيرهم الكثير. وتراجع قلب الجيش الإسلامي بقيادة أبو عبيدة ويزيد من شدة الهجوم وكثرة السهام. في نفس الوقت أمر ماهان بهجوم قوي وكبير على ميمنة الجيش الإسلامي الذي هو بقيادة عمرو بن العاص، ذلك الصحابي البطل داهية العرب الذي كان من الفرسان المغاوير، قاتل ببسالة عز نظيرها، قاتل هو وجنوده منذ اليوم الأول لبدء المعركة، وكان صمودهم أسطوري، من الصعب جدا وصفه. الحرب كانت مستعرة على باقي الجبهات، وكان هناك هجوما قويا جدا من جيش الروم على قلب الجيش الإسلامي وكذلك على ميسرة الجيش، لكن الهجوم الأقوى كان على يمين وقلب الجيش الإسلامي. وتراجع جيش أبو عبيدة ويزيد، ولم تكن فرقة التدخل السريع الخيالة بقيادة خالد قادرة على السيطرة على كل الجبهات وتقديم الدعم اللازم في نفس الوقت. ومع تراجع جيش أبو عبيدة ويزيد إلى الخلف تدخلت المجاهدات وحملنا السيوف والخناجر وعمدة الخيم، وقاتلنا ببسالة بجانب المجاهدين حتى وصلنا إلى الصف الأول من القتال، وإحداهن تصيح: يا مجاهدات أضربنا الروم من كل جانب. ومن المجاهدات التي قاتلن خولة بنت الأزور أخت ضرار البطل عاري الصدر وأم حكيم وغيرهن من المجاهدات الصحابيات، حتى أن خولة أصيبت في هذه المعركة وسقطت على الأرض.
شاهد البطل المغوار والصحابي الجليل عكرمة بن أبي الحكم تقهقر قلب الجيش الإسلامي وفرار جند الإسلام، فشكل أول كتيبة فدائية في التاريخ. قال: قاتلت رسول الله بكل موطن وأفر اليوم، من يبايعني الموت؟ فلبى نداؤه 400 مجاهد، وتم تشكيل كتيبة الموت بسرعة كبيرة، وبدأت حرب استنزاف في قلب الجيش الإسلامي، وصدت كتيبة الموت الهجوم الكبير، وقتل حصان عكرمة من كثرة السهام.